للأسف بلادنا بقي عداد من الناس ما كيلقاو باش يعيشوا، ناس كبار أو شباب، ويمكن نضيفوا عليهم حتى اللي كيقبطوا معاشات ضعيفة ما كتقضي لهم والو. وبان هادشي مزيان في جائحة كورونا، حيت شفنا كيفاش الملايين ديال الأسر طلبوا الدعم ديال الدولة. على هادشي حزب الكتاب وضع هاد الأمر في المقدمة ديال الأولويات ديالو. فعلا من الأولويات ديالنا ويكون الدخل الأدنى للكرامة هو 1000 درهم، وأن المعاشات الصغرى يتم الرفع منها لترقى إلى الكرامة. راه والدينا هادو، هادشي في أفق المعادلة التدريجية للمعاشات الضعيفة مع الحد الأدنى للأجور. أيضا الشباب اللي كيبحثوا على الشغل لابد أننا نوفر لهم الإمكانيات باش نعاونوهم. ما يمكن الشاب عنده 24 أو 25 سنة مثلا يبقى كيقلب على الخدمة بدون إمكانيات، ولا يمشي عند والديه باش يعطيه فلوس الطوبيز أو باش يطبع السيفي، بلا ما نهضروا على مصاريف التنقل باش يدوز مباراة أو مقابلة عمل. لهادشي كامل كنلتزموا حنا حزب التقدم والاشتراكية بإقرار منحة خاصة بهاد الشباب الباحثين عن الشغل. وديما معكم بالمعقول.